موضوع اللقاء هو تقديم ملخص بالنسبة لطلبة الإجازة السداس الثاني مادة القانون الدستوري، وبالتالي إعطاء ملخص بالنسبة للمضمون الأساسي لهذه المادة، واللي كان موضوع مجموعة من المحاضرات التي قدمت للطلبة على مستوى مادة النظرية العامة للقانون الدستوري. إذا بالنسبة للمحاور الأساسية، تقريبا هناك 5 أو 6 ديال المحاور التي الطلبة ملزمون يعني بضبطها ضبطا جيدا، اعتبر أنها هي التي ستكون موضوع الامتحانات والاختبارات النهائية. وفي هذا السياق لا بد أن تحرر في محطة أولى، كون أن مادة القانون الدستوري هي امتداد لمواد سبق لطلبتنا أن درسوها على مستوى السداسي الأول، ونخص بالذكر مدخل لعلم السياسة ونظرية العلاقة الدولية وغيرها. إذن هذه المادة تعتبر امتدادا، وإن كانت تؤطر مجموع المواد التي سبقت تلك التي تم التطرق إليها على مستوى السداسي الأول، بل كذلك بالنسبة للمواد المستقبلية على مستوى سنوات الإجازة. ولعل أهم ما يجب استحضاره هنا بالنسبة لإعطاء مضمون عام لهذه المادة هو تعريف أو ما هي القانون الدستوري، باعتبار أن الأمر يتعلق بإحدى المواد الأساسية، فرع من فروع القانون العام الداخلي إلى جانب القانون الإداري. والقانون الدستوري من ما سبق أن أكدناه هو أنه يتناول بالدرس والتحليل العلاقة بين مختلف السلطات العمومية من جهة، بمعنى السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إذن تحليل العلاقة كما يؤطرها الدستور، ثم علاقة هذه السلطات بباقي المخاطبين بإحكام القانون الدستوري. حينما نقول المخاطبين بإحكام الدستوري، الأمر يتعلق بالمواطن بالدرجة الأولى، ويتعلق كذلك بكل باقي مكونات المجتمع من أحزاب سياسية، من هيئات المجتمع المدني، من هيئات نقابية، إذن كل المخاطبين بإحكام القانون الدستوري. إذن من هذا المنطلق، حينما نقول أن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، ذلك معناه أن هذه المادة تتميز بكون أنها تقوم بدراسة تلك العلاقة كما قلنا بين السلطة العمومية من جهة، ثم إعطاء إطار عام لكل مضامين الهيئات الدستورية وقوانين أخرى كالقوانين التنظيمية التي تنظم جانبا كل جوانب الحياة الدستورية، علاقة بين السلطة العمومية والمؤسسات الدستورية. وبديهي كذلك أنه إذا القانون الدستوري يؤثر علاقة مختلف السلطة العمومية من جهة والمخاطبين بإحكام القانون الدستوري، كذلك أكدنا أنه لا يمكن الحديث عن القانون الدستوري إلا في الدول الديمقراطية، الدول التي تنتظم وحكومة بمبدأ أولا حرية الاختلاف الفكري، ثم كذلك استحضار في هذا السياق أن أي علاقة في هذا الإطار لا يمكن أن نتصورها إن لم يكن هناك مجتمع مبني على مبادئ الحرية الديمقراطية، كذلك تكافؤ الفرص، العدالة، مساواة، ومبدأ أساسي اللي هو الفصل بين السلطات كما نادى به مونتسكيو في نهاية القرن 16 وبداية 17، ثم كذلك المبادئ الكبرى التي جاءت بها أول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثورة الفرنسية وغيرها من المواثيق العالمية الكبرى. كذلك نظرية العامة للقانون الدستوري لا يمكن فهمها إلا إذا استحضرنا أن الأمر يتعلق بالمجتمعات المتحضرة، المجتمعات التي آمنت أنه لا يمكن أن نتصور مجتمعا بدون قانون ولا قانونا بدون مجتمع. إذن هناك بعد
ديمقراطي وهو استحضار أن وثيقة دستورية لا يمكن تصورها إلا إذا كانت هناك مجتمع تؤمن بالقانون ونوامسه وما يتطلبه وإكراهاته، ثم أن حرية أي طرف من الأطراف إنما تنتهي وحقوقه تنتهي حيث تبتدئ حرية الآخرين. إذا النظرية العامة للقانون الدستوري تؤثر المؤسسات السياسية، تؤثر المؤسسات الدستورية، وتلك العلاقة الجدلية بين الحاكمين والمحكومين أو السلطة العمومية المخاطبين بأحكام القانون الدستوري. في محطة ثانية كان لزاما كذلك استحضار مصادر القانون الدستوري، وهي نفس المصادر الموجودة في باقي فروع القانون الأخرى، إلا أنه بالنسبة للقانون الدستوري تكتسي أهمية خاصة، والمنطلق الأساسي في هذا الباب أو في هذا السياق هو كون أن بالنسبة للقانون الدستوري تعتبر الوثيقة الدستورية المكتوبة أول مصدر من مصادر القانون الدستوري، ثم تأتي بعدها القوانين التنظيمية وهي كمواضيع أو تتضمن مواضيع ذات صبغة دستورية، فالقوانين العادية، ثم العرف الدستوري، ثم كذلك المسألة المتعلقة بالقوانين الداخلية للبرلمانات والمبادئ العامة للقانون. حينما نتحدث عن مصادر القانون الدستوري يعتبر أساسيا ولزاما استحضار كون أنه يجب تمييز بين الدول ذات الدساتير المكتوبة والدول ذات الدساتير العرفية، وبديهي على أنه العرف سيشكل المصدر الأول بالنسبة للدول ذات الدساتير العرفية، فيما باقي دول العالم تكون الوثيقة المكتوبة هي المصدر الأول والأساسي. كذلك لا بد أن نستحضر اليوم أن النموذج البريطاني هو الذي يشكل استثناء في هذا الباب، على اعتبار أن كل دول العالم الآن اليوم دساتيرها هي دساتير مكتوبة، وبالتالي بريطانيا هي التي تشكل استثناء في هذا الباب. إذا كل هذا يؤكد كون أنه بالنسبة لمصادر القانون الدستوري هناك دول دساتير مكتوبة والوثيقة الدستورية تعتبر أول مصدر من المصادر، ثم القوانين التنظيمية كما قلت، ثم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبنتها الدولة المعنية بالأمر في القوانين العادية أو التشريع العادي، ثم القوانين الداخلية للبرلمانات، فالعرف الاجتهاد القضائي والمبادئ العامة للقانون بالنسبة للدول الدساتير المكتوبة، بخلاف النموذج البريطاني الذي كنا يشكل استثناء والذي يعتبر فيه العرف مصدرا اساسيا للقانون الدستوري. وبديه كذلك بالنسبه للدول الدساتير العرفيه ان النموذج البريطاني اساسا لا بد ان نستحضر كون ان هناك مجموعه من الوثائق المكتوبه كذلك والتي تكمل العرف الدستوري بالنسبه للنموذج البريطاني. بالنسبة لمحور آخر أساسي سبق أن رأيناه، لابد من استحضار خصائص القانون الدستوري، وأهمية خصائص القانون الدستوري تأتي من كون أن جانب مهم أو في محطة من المحطات التاريخية كان هناك من يعتبر أن قواعد القانون الدستوري لا تعتبر قواعد قانونية، على اعتبار أن السلطة العمومية هي التي وضعت أهم قواعد القانون الدستوري، وبالتالي من الصعب في حالة ما إذا كانت هناك عقوبة أو مخالفات أو جزاءات فإن السلطة العمومية لن تطبق الجزاء على نفسها، على اعتبار أنها تعتبر خصما وحكما في نفس الوقت. إلا أن هذا النقاش الذي كان خصوصا قبل الحرب العالمية الأولى وقبل كذلك الحرب العالمية الثانية ما بين الحربين بالدرجة الأولى تأكد فيما بعد هناك إجماع فقهي كون أن قواعد القانون الدستوري من حيث خصائصها تعتبر قواعد قانونية وتتسم بنفس الخصائص الموجودة في باقي فروع
القانون. إذا الأمر هنا يتعلق أولا أنها قواعد قانونية، قواعد عامة مجردة، قواعد اجتماعية، وأنها مقترنة بجسد. بل أكثر من ذلك يذهب الفقه في الاعتبار أن الجسد يشكل يعني له أهمية خاصة في مجال القانون الدستوري، على اعتبار أنه قد يتخذ أبعادا خطيرة، غالبا ما يؤكد التاريخ الدستوري والسياسي لعديد من الدول أن عدم احترام قواعد القانون الدستوري لا سيما من قبل السلطة العمومية، السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، قد يؤدي إلى احتجاجات، قد يؤدي إلى ثورات، قد يؤدي إلى عصيان مدني، وبالتالي لا يمكن القول أو يخطئ من يعتقد كون أن قواعد القانون الدستوري قواعد ليس فيها أو تنتفي عنها صبغة الجزاء. إذا شأنها شأن باقي قواعد القانون. قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية اجتماعية تتسم بالعمومية والتجريب ومقترنة بالجزاء. إذا كل هذا يؤكد كون أنه نحن في مجال له خصوصيته، وبالتالي لا يمكن أن نصنف قواعد القانون الدستوري كما كان يعتقد البعض ضمن قواعد الأخلاق أو قواعد المجاملات أو قواعد ذات صبغة دينية، بل هي قواعد قانونية بالدرجة الأولى. ويزكي هذا الطرح كذلك كون مسألة ديال الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر محورا كذلك أساسيا بالنسبة للمضامين المادة ديال القانون الدستوري أو النظرية العامة للقانون الدستوري. فرقابة على دستورية القوانين من خلال هيئة، يا إما هيئة سياسية أو هيئة قضائية، على اعتبار أن الرقابة على دستورية القوانين تنقسم إلى قسمين. فهناك رقابة سياسية، وعادة ما تكون رقابة قبلية، الهدف منها الدرجة الأولى كما نقول الوقاية خير من العلاج، وهو التصدي لكل إشكالية مطروحة قبل صدور القوانين في الجريدة الرسمية. إذا كنكون في رقابة سياسية هي رقابة قبلية، ثم العديد من الدول بالرقابة السياسية، أو قد تأخذ النموذج الثاني اللي هو الرقابة القضائية، وهي رقابة لاحقة تأتي عادة بعد صدور القوانين. وبالنسبة للمملكة المغربية لا بد من استحضار هناك أن الرقابة السياسية هي التي تبنتها دسة المملكة على سبيل المثال 1992، دستور 96، رقابة السياسية بواسطة المجلس الدستوري. انطلاقا من 2011 تم تبني مقاربة جديدة، حيث أن الدستور 2011 عامل على إعطاء صيغة وتبني صيغة جديدة اللي هي رقابة قضائية. إذا كذلك رقابة على دستورية القوانين تعتبر ويمكن إدخالها حينما نؤكد أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية، وبالتالي القضاء الدستوري سواء في شكله رقابة سياسية عن طريق المجلس الدستوري أو عن طريق الرقابة القضائية التي تكون إما رقابة عن طريق الدعوة التصوية أو رقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين، الهدف منها أن يحترم الجميع ما صدر أو ما بحسب محتوى الدستور، على اعتبار أن وثيقة الدستور تعتبر أعلى واسم وأسمى وثيقة داخل بنيان الهرم القانوني للدولة الديمقراطية الحديثة. إلى كل هذا بالنسبة للمداخل الأساسية ديال مادة القانون الدستوري، على اعتبار أن الأمر كما قلنا يتعلق بمجال متميز يؤثر باقي القوانين، وكل القوانين الأخرى تحيل على الدستور سواء في القانون الخاص أو في القانون العام. وكل هذا معناه أنه بالنسبة للمرحلة الأولى القانون الدستوري له مميزات خاصة مصادرا وخصائصا، وكون أنها مرحلة أخرى تلك الوثيقة التي تؤثر كل الأعمال والعلاقات داخل
الدولة الديمقراطية الحديثة. ثم من المحاور التي كان لزاما كذلك استحضارها بالنسبة للنظرية العامة للقانون الدستوري مفهوم الدولة، على اعتبار أن الدولة هي أم المؤسسات، وبالتالي كان لزاما أن يتم التطرق لمفهوم الدولة مختلف النظريات الفقهية، منها من اعتبر أن الدولة هي الأمة، منها من اعتبره مفهوم واسع، ثم هناك من اعتبر أن الدولة هي الحاكم المفهوم الضيق. وكانت هناك نقاشات لا سيما نقاشات معمقة، النظرية الفرنسية ثم النظرية الأنجلو ساكسونية في هذا السياق. ثم لا بد كذلك من استحضار أركان الدولة في هذا السياق التي يعتبرها أغلب الفقه فقه القانون الدستوري بطبيعة الحال، إنه لا يمكن أن نتحدث عن مفهوم الدولة أو وجود الدولة أو قيام الدولة لا ما لم تتوفر على الأقل ثلاث عناصر، اللي هي أولا أرض الشعب، ثم كعنصر ثاني الإقليم أو الأرض، ثم هي السياسية أو السلطة السياسية الحاكمة. فيما جانب من الفقه اعتبر أنه هذه العناصر الثلاث غير كافية، وبالتالي لا بد أن يكون إلى جانبها عنصر رابع، وهو اعتراف باقي الدول بوجود تلك الدولة. وكان هناك نقاش فقهي لا سيما بين فقه القانون الدستوري وفقه العلاقة الدولية والقانون الدولي العام، إلا أن رأي فقهاء القانون الدستوري استقر على أنه يكفي العناصر الثلاث الأساسية الأولى التي تحدثنا عليها في اللقاءات السابقة، لا سيما ركن الشعب، ثم ركن الإقليم أو الأرض، والسلطة السياسية التي تعتبر العناصر المؤسسة من ناحية القانونية لظهور وجود الدولة، فيما الاعتراف يعتبر عنصرا لاحقا كاشفا وليس عنصرا منشئا. كذلك الحديث عن مفهوم الدولة يقود أو قاد إلى ضرورة إعطاء أصل ظهور سلطة الدولة. وفي هذا الجانب هناك نظريات غير عقدية في أصل سلطة أو ظهور سلطة الدولة، ثم نظريات عقدية بالنسبة للنظريات غير العقدية. تاريخيا كاين ثلاثة ديال النظريات، اللي هي نظرية الأسرة أو الحكم الإلهي، ثم نظرية الأسرة ونظرية القوة. هذه النظريات كانت متداولة لا سيما قبل الثورة الصناعية وقبل سقوط الكنيسة الكاثوليكية والثورة الفرنسية، على اعتبار أن على أعقابها ستظهر نظريات جديدة لا سيما النظريات العقلية، والتي وضع أساسها مفكري نظريات العقل الاجتماعي، ونخص بالذكر هنا أولا نظرية توماس هوبس، ثم جورج لوك، وأخيرا جون جاك روسو، الذي اقترن اسمه بنظرية العقل الاجتماعي. وبالتالي العالم أو الحضارة الدستورية والسياسية ستنتقل من محطة النظريات الغير العقدية التي أسست لمحطات كانت سائدا فيها غياب التكافؤ، غياب التصور الديمقراطي، غياب الحرية، العدالة، المساواة، إلى محطة جديدة تبناها العالم، والتي أسس لها رواد العقد الاجتماعي، وكان آخرهم جون جاك روسو، الذي ارتبطت هذه النظرية باسمه أولا وأخيرا. ثم كذلك هناك نظرية أخيرة بالنسبة لأصل ظهور أو تأسيس لسلطة الدولة، وهي نظرية التطور التاريخي التي أسس لها الفقيهان باغتيميلي ودوكي، واللذان اعتبرا أن نظرية العقل الاجتماعي نظرا لعدم إمكانية تجسيدها على أرض الواقع
فإنه أقرب نظر الأقرب إلى الواقع هي نظر التطور التاريخي التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي السياسي الاجتماعي لكل دولة من الدول في زمن معين وفي مكان معين. إذن هذا نقاش اللي هو كذلك كان بين التطور التاريخي الفقه القانون الدستوري علاقة بمفهوم الدولة وعلاقة بالمسألة المتعلقة بأصل سلطة الدولة المتقاسمة مرحليا وتاريخيا بين نظرية أولى تسمى نظرية النظرية غير العقدية، نظرية القوة، نظرية الأسرة، نظرية الحكم الإلهي، ثم نظريات العقدية التي أسسها فقهاء العقد الاجتماعي لا سيما بعد أو الذين هي أولي ظهور مواثيق كبرى وإعلانات كبرى كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وساهموا بشكل كبير في إعطاء تصورات ومقاربات مبنية على الحرية الفردية، على سيادة الأمة. ومرة أخرى نستحضر هنا تلك الفكرة الأساسية الموجودة اليوم في كل دساتير العالم التي تقول غالبا أن السيادة للأمة تمارسها بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبطريقة غير مباشرة عن طريق المؤسسات الدستورية. هؤلاء الرواد كانوا من أسس منذ البداية لهذه الفكرة. ثم كذلك بالنسبة للمضامين الأساسية النظرية العامة للقانون الدستوري لا بد أن نستحضر أنواع الدول، وأنواع الدول هناك مقاربتين أساسيتين يتم الاستناد إليهما في أفق الكشف عن أنواع الدول. فهناك معيار أول مبني على الدولة بحيث تمتعها بالسيادة، وهناك معيار آخر يعتمد على طريقة تكوين الدولة، وبالتالي من حيث تمتعها بالسيادة التمييز يكون دائما بين الدول ذات السيادة والدول التي لها سيادة كاملة والدول الناقصة السيادة. أما من حيث التكوين فإن الدولة قد تكون دولة بسيطة أو موحدة، وقد تكون دولة مركبة فيدرالية. وبالتالي كلما نضج العالم اليوم بقراءة الدستور سنستنتج منه أن الدولة هي دولة بسيطة، حينما نكون أمام مؤسسات واحدة تخاطب كل المواطنين على أجزاء تراب دولة معينة، وليست هناك ازدواجات. الدولة البسيطة هي الدولة التي كما نقول لها سلطة تشريعية واحدة، سلطة تنفيذية واحدة، سلطة قضائية واحدة، في حين أن الدول المركبة هي دول أو الدول الفيدرالية تتميز بازدواجية السلطات الأساسية، بحيث أنه نجد أن هناك مثلا دولة فيدرالية أو سلطة تشريعية فيدرالية، سلطة قضائية فيدرالية، وسلطة قضائية على المستوى الفيدرالي. وسنجد داخل الدويلات المشكلة للاتحاد الفيدرالي، يعني كذلك على مستوى تلك الدويلة سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. والنماذج التي يمكن أن نستشهد بها في هذا الباب هو النموذج مثلا للولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الفيدرالي وخمسين دولة التي تشكل الاتحاد، ولاية التي تشكل الاتحاد الفيدرالي، أو النموذج الألماني أربعة، الاتحاد الفيدرالي الألماني مكون من 14 لندن وهي 14 ولاية وازدواجية السلطات في هذا الباب. إذا كل هذا يعني بالنسبة للمضامين الأساسية ديال مادة القانون الدستوري، وكل هذا سيتم بطبيعة الحال على مستوى السداسي الثالث. هناك الأنظمة الدستورية التي تعتبر مكملة للنظرية العامة للقانون الدستوري. إذا بالنسبة لطلبتنا وطالباتنا العزاز الأجلاء، هذا هو مضمون، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن ملخص عام للمادة ديال النظرية العامة للقانون الدستوري، واللي هما ملزمين يعني بتحضيرها في أفق
يعني غتكون موضوع ديال الاختبار ديال نهاية السنة الجامعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.